بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، كل عام وأنتم بخير. هنبدأ مع بعض نكمل مشوارنا اللي بدأناه أول العام، وهنكمل موضوعات النحو بتاعتنا، وهنبدأ النهاردة بظنة وأخواتها. قبل ما ندخل في ظنة وأخواتها، عايزين نراجع بس مع بعض الفعل من حيث لازم التعدي واللزوم، لازم ومتعدي. يعني ايه قلنا قبل كده الفعل اللازم؟ قلنا الفعل اللازم هو الذي لا يحتاج الى مفعول به، يعني يكتفي بفاعله ولا يحتاج الى مفعول به. نجيب مثلا مثال: ذهب الطالب الى المدرسة. الفعل ذهب هنا بنعربه فعل ماضي مبني على الفتح، تمام. طب الطالب من اللي ذهب؟ الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلى حرف جر، والمدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الفعل ذهب هنا رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به. إذن الفعل ذهب فعلا لازما لأنه لا يحتاج إلى مفعول به. يعني لما يكون الفعل ما فيش مفعول به في الجملة يبقى فعل لازم. نيجي بقى للفعل المتعدي، عشان هو ده اللي له علاقة النهاردة بدرسنا ظن وأخواته. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله، لا يكتفي بفاعله، وإنما يحتاج إلى مفعول به. نجيب مثال: مثلا أكل أحمد تفاحة. هنا الفعل أكل فعل ماضي وأحمد فاعل، ونسأل ماذا أكل أحمد أو أحمد أكل إيه، لأن الجملة هنا ما تمتش، فقلنا تفاحة مفعول به. هلا طب ايه الجديد بقى معانا النهارده؟ الجديد معانا النهارده يا اولاد ان الفعل قد يتعدى الى مفعولين. الا الفعل ممكن يتعدى لمفعولين اثنين؟ نعم، الفعل ممكن يتعدى الى مفعولين زي ظن واخواتها. ظن واخواتها افعال تتعدى الى مفعولين اثنين، اصلهما المبتدأ والخبر. يعني ظن أخواتها أفعال تتعدى مش لمفعول به واحد، لأ، تتعدى إلى مفعولين. المفعولين دول كان في الأصل أصلهم مبتدأ وخبر. طب نيجي نقسم ظن أخواتها، هما 8 أفعال. أول حاجة عندي ظن، زعم، حسب، خال، ودول بنسميهم أفعال الشك، وممكن نقول أفعال الرجحان أو الظن. أو إيه الظن؟ يعني كلهم بمعنى الظن، كلهم بمعنى إيه؟ الظن. عندي أفعال تانية: علم، وجد، رأى. التلاتة دول مع بعض كده بنسميهم أفعال اليقين، أفعال اليقين، أفعال اليقين، يعني التأكيد. عكس ظن وزعم وحسب، حسب وخال أفعال تفيد الشك أو الرجحان أو الظن. آخر فعل عندي اللي هو جعل، وجعل دي تفيد التحويل. يبقى ظن وأخواتها أفعال تنصب مفعولين اثنين أصلهما المبتدأ والخبر، بتنقسم لثلاث أجزاء. الأفعال الأولانية ظن، زعم، حسب، خال، ودي أفعال تفيد الظن. رقم 2 علم، وجد، وجد، رأى، ودي أفعال تفيد اليقين. جعل، وده فعل يفيد التحويل. نبدأ نجيب الأمثلة معانا. أول أمثلة عندي لما أجيب مثال مثلا هقول إيه؟ حسب
الرجل العمل سهلا. حسب فعل ماضي مبني على الفتح. تمام؟ طيب، الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، نبدأ بقى ندور على المفعول به. حسب فعل، الرجل فاعل، الجملة هنا لم تتم، محتاج حسب إيه؟ ماذا حسب الرجل؟ حسب العمل. العمل مفعول به أول، منصوب بالفتحة. طيب، حسب الرجل العمل، الجملة هنا محتاجة حاجة لسه، محتاجة إيه؟ محتاجة كلمة سهلا. طب كلمة سهلا دي تنفع تبقى مضاف إليه؟ ما ينفعش تبقى مضاف إليه. طيب، تنفع تبقى نعت؟ ما ينفعش برضه تبقى نعت. ليه؟ لأن النعت بيكون معرفة زائد معرفة أو نكرة زائد نكرة، والمضاف إليه بيكون اسم قبل منه نكرة وهو نفسه اللي بيكون معرفة، يعني لازم يكون نكرة بعدها معرفة عشان تبقى مضاف إليه، لأنه اسم بيوضح الاسم اللي قبله. طب النعت ما تنفعش نعت. ليه؟ لأن النعت بيكون معرفة زائد معرفة، وهنا طبعا معرفة وسهلة النكرة فما ينفعش. طب تنفع تكون حال؟ ما تنفعش تكون حال، لأن عند الفعل حسب من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، يبقى لازم الأول أحدد أرقام، أجيب المفعولين بتوعه الأول، بعد كده أفكر في الحال أو أفكر في أي حاجة تانية. لو لقيت عندي فعل زي حسب ووجد وعلم ورأى وخالة، لازم أجيب الأول المفعولين بتوعهم عشان أقدر أجيب أحدد أرقام الجملة الأول. يبقى كلمة سهلا دي على طول نقول عليها مفعول به ثاني منصوب برضه وعلامة نصبه الفتحة. نجيب مثال تاني، نجيب مثال تاني. ظن الطفل له السماء ممطرة، وهنا في تنوين ممطرة. ظن فعل ماضي مبني طبعا، يفيد الرقحان. لو قلت يفيد ايه هتقول يفيد الظن، يفيد الظن او الرقحان. الطفل قول عليه فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. السماء مفعول به أول، منصوب بالفتحة. ممطرة هتبقى مفعول به ثاني، منصوب أيضا وعلامة نصبه الفتحة. وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة. طيب نجيب مثال ثالث، نجيب زعم. لو قلنا زعم بمعنى ظن، معناها يا أولاد ظن. زعم الطالب، يعني ظن الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الامتحان مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مفعول أول سهلا. ما ينفعش تبقى حال، وما ينفعش تبقى مضاف إليه، وما تنفعش تبقى خبر. سهلا هتبقى مفعول به تاني. بقى حدد، نقول حدد مفعولي ظن أو مفعولي زعم. هتقول المفعول الأول، المفعول الأول الامتحان، المفعول الثاني سهلا. كده يبقى احنا استخرجنا. طب ده أول شكل من أشكال الأسئلة، استخرج مفعولي أو استخرج مفعولين لفعل من الأفعال التي تنصب مفعولين. ممكن نقول احذف ظن او احدى اخواتها واكتب الجملة صحيحة. واكتب الجملة صحيحة. في الحالة دي لما اجي عندي مثال زي زعم الطالب الامتحان سهلا، وقال لي احذف زعم واكتب الجملة صحيحة، مش هحذف زعم لوحدها، لا ده انا هحذف زعم وهحذف الطالب واجيب الامتحان سهلا، وابدا بقى اعمل ايه؟ الامتحان وهيبقى مبتدا، هرجعه تاني لاصل الجمله، مبتدا وخبر، مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. تمام، وهقول الامتحان سهل. وما تنساش تعمل الثلاث حاجات دول. اول حاجه عندي هحذف زعمه، تاني حاجه
هحذف الطالب الفاعل بتاعها وهبدأ بالمبتدأ والخبر الامتحان وأحط ضمة سهلا، أشيل التنوين وأحط مكانه ضم. يبقى ده لو قال لي احذف ظن أو إحدى أخواتها، أو احذف الفعل واكتب الجملة صحيحة. طيب في عندي بقى بعض الأفعال اللي هي بتحتمل حاجتين اتنين، زي الفعل رأى. الفعل رأى إذا كان بمعنى شاهد ينصب مفعولا به واحدا، زي ما أقول إيه، رأى الطالب معلمه في المدرسة، معلمه في المدرسة، رأى فعل، طالب فاعل، معلمه مفعول به، في حرف جر. الفعل رأى هنا بمعنى شاهد، ده ينصب مفعولا واحدا. طيب امال بقى ايه اللي بينصب مفعولين؟ لما يكون الفعل رأى بتاعي بمعنى علم، او رأى اللي هو بيتكلم عن شيء لا يرى، لا يرى يعني بحسه، زي يقول ايه، رأيت العلم نورا، رأيت العلم نورا. هو العلم نور، انا بشوف النور بتاع العلم طبعا، لا ده دي حاجة محسوسة. يبقى رأى فعل، العلم والتاء طبعا تاء الفاعل، والعلم مفعول به اول، ونورا مفعول به ثاني. يبقى نخلي بالنا من الملحوظه دي كويس جدا، ان الفعل رأى ممكن يخدعني في الامتحان. فعل رأى ممكن يجي بمعنى علم وهنا بينصب مفعولين، ممكن يجي بمعنى شاهد وهنا بينصب مفعول به واحد. طيب برضو عند الفعل وجد، برضو في مشكله في الفعل وجد. الفعل وجد اذا كان بمعنى عثر على هينصب مفعول به واحد، زي ما اقول ايه، وجد الطالب نقودا في الفصل. هنا وجد بمعنى عثر على، يبقى الطالب ده فاعل ونقودا مفعول به، وهنا الفعل وجد بينصب مفعول به واحد لانه بمعنى عصر على. فلازم نخلي بالنا من الحته ديت في الامتحان، لان هي دي التكات بتاعتنا، دي التكات اللي بتيجي في الامتحان. طيب امتى الفعل وجد ينصب مفعولين به؟ اذا كان الفعل وجد بمعنى علم. المثال نقول وجد الرجل ماشي الدين يسرا. الله، ايه الفرق بين وجد هنا وجد هنا؟ هنا وجد بمعنى عصر على، وهنا وجد بمعنى علم او عرف. علم الرجل الدين مفعول به اول، يسرا مفعول به تاني. فهنعرف تاني، نقول وجد فعل ماضي مع بعض كده، جمله فعليه مبني على الفتح لانها لما تصل باخر شيء، وده هناخده في سنه تانيه اعدادي. الرجل فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، الدين مفعول به اول، ما تنساش تقول كلمه اول دي، منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يسرا مفعول به ثاني، وده برضو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب لو قال لي احذف وجد، هقول الدين يسر، الدين يسر، وما تنساش تشيل التنوين بالفتحة وتحط مكانه ضمة، هتقول الدين يسر، وهتحذف وجد وهتحذف الرجل، لان محتاج اعمل ثلاث خطوات، احذف وجد واحذف الفاعل، الفعل والفاعل، واحول الدين يسرا الى الدين يسر، يبقى انا خليت رجعت المفعولين بتوعها الى مبتدا وايه وخبر. الله، في عندي كمان فعل، عندي في مشكله اللي هو الفعل ايه، حسب. يبقى انا عندي ثلاث افعال، ما تنسوش الفعل راى ممكن يخدعني، بيجي احيانا بمعنى شاهده واحيانا بمعنى علم. الفعل الثاني اللي هو الفعل وجد، وده ممكن يجي بمعنى عثر على
او ياتي بمعنى علم. الفعل الثالث حسب، وحسب ده بيجي بحاجتين اتنين. ممكن اقول حسب التاجر نقوده، وهنا هينصب مفعول به واحد لان حسب هنا بمعنى عد. بمعنى ايه يا ولاد؟ عد، عد التاجر نقوده. يبقى هنا هتنصب ده مفعول واحد بس طبعا اللي هو نقوده، مفعول به منصوب بالفتحه، والهاء ده مضاف اليه، ضمير زي ما قلنا قبل كده متصل مبني في محل نصب مضاف، في محل نصب جر مضاف اليه، في محل جر مضاف اليه. الضمير اذا اتصل بالاسم يبقى مضاف اليه على طول. عد حسب بمعنى عد، وهنا الفاعل حسب بينصب مفعول واحد بس لان هنا حسب بمعنى عد. طيب حسب لو كانت بمعنى زي حسب القاضي بمعنى ظن المجرم، قاضي المجرم مذنبا، حسب فعل وهنا بمعنى ايه؟ بمعنى ظن. بمعنى ايه يا اولاد؟ ظن هنا ينصب مفعولين اتنين اللي هو المجرم مفعول به اول، ومذنبا مفعول به ثاني. خلي بالك برضو عندنا لو الفعل اتصل به ضمير اللي هو هاء الغائب، لو قلت حسبته، حسبتك، كان في الخطاب ماشي، هنا على طول الضمير ده مفعول به اول، مفعول به اول. فنخلي بالنا انت ممكن تلاقي قدامك مفعول به واحد بس اسم ظاهر، والمفعول الثاني بيكون ضمير متصل اللي هي ضمائر النصب، خلي بالكم منها كويس جدا جدا. اذا اتصلت بالفعل الذي ينصب مفعولين على طول نعرف انها المفعول الاول. بهنا بكده نكون خلصنا ظنها واخواتها وكل التكات اللي فيها. اشكركم لحسن استماعكم والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.